والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. ونشكر الإخوة على هذه الاستضافة وعلى هذا الكرم الذي وجدناه منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. وقبل ما نبدأ نقول لإخواننا تعالوا وسعوا بجاي هنا في فرشة هنا الناس الوردين. في فرشة هنا. طيب، خلق الله سبحانه وتعالى، خلق الله عز وجل الإنس والجن لغاية في هذا الكون. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بما فيه من المخلوقات، وخلق من ضمن هذه المخلوقات الإنس والجن. وربنا أدى الإنسان عقل يميز عن سائر شنو؟ عن سائر المخلوقات. وربنا ما خلق هذا الكلام عبث. يقول الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق هذا الإنسان ويعطيه العقل عبثا، يعني من غير أي يعني موضوع. خلقه وأعطاه العقل لأن العقل مناط التكليف، فيميز به الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى بيّن الغرض من خلق الإنس والجن في سورة الزاريات في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر ابن عباس رضي الله عنه، وهو من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير كما تعلمون، ابن عباس كان من أعلم الصحابة بتفسير كلام الله جل وعلا. لما فسر قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال يعبدون بمعنى يوحدون. لأن الإنسان إذا عاش في الدنيا من غير إيمان صحيح واعتقاد صحيح في الله عز وجل، بيكون فقد الغاية التي من أجلها خلق. لأن ربنا خلقك شان تعبده، والعبادة بمعنى التوحيد. وفسرها كذلك بمعنى التوحيد، لأنه العلماء قالوا لأنه الخلاف الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الأوائل كان في هذه المسألة. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما يبين ما كان عليه أبو جهل، ربنا قال في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني أبو جهل لو سألته أسئلة وجهنا قلت له: أبو جهل، الخلق السماوات والأرض؟ يقول لك الله. في آية أخرى ربنا قال: ولئن سألتهم من خلقهم، حيجايب حيقول لك شنو؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وكذلك في آية أخرى لو سألتهم قلت لهم: اللي بيدبر الكون منه؟ اللي بيدبر الكون ده؟ حيقول لك الله. ربنا قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني الناس ما عندهم مشكلة في الموضوع ده، عارفين الخلقهم الله، والخلق الواطة والسمع الله، وكانوا بيعتقدوا إنهم على دين إبراهيم عليه السلام. ربنا قال: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يعني من مشركي العرب الأوائل، ما كان منهم، كان حنيف يعني موحد، الحنيف يعني المائل من الشرك إلى التوحيد. طيب السؤال يا أخواننا، إذا كان زول بيعرف الله وبيعرف الخالق الكون الله وبيعرف الكلام ده كله، لماذا حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاربهم ليه؟ 23 سنة
النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد لغاية ما حصلت المرحلة شنو؟ في غزوة بدر أول معركة كانت في شنو؟ في شنو كان الصراع؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا الأمر في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء. ربنا قال في القرآن كده: والذين اتخذوا من دونه أولياء. الجماعة الأوائل جابوا قالوا شنو؟ قالوا: ما نعبدهم. اللات والعزى ديل لما ترجع في السيرة، سيرة ابن هشام، اللات قالوا كان رجل كان بيأكل الحجاج، الحجاج اللي بيحجوا بيت الله كان بيأكلهم، يجيب لهم عصيدة يعني كسرة يعني من عسل وعجوة، وكان بيأكلها شنو؟ الحجاج الذين يحجون بيت الله عز وجل. فقاموا قالوا الزول ده معناه بينفق انفاق، معناه الزول ده الله بيحبه. فبالتالي احنا ناس وسخانين يعني ربا وخمرة، الله ما بيقبلنا إلا نخوض بيننا وبين الله اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. عشان كده ربنا جاب الكلام ده في القرآن، قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء. قال شنو؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا ديل بيقربونا إلى الله. ده الموضوع كله يا أخوان، ده الموضوع كله، إنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى هؤلاء القوم عشان يتمسكوا بالله ويتركوا كل من كان دون الله سبحانه وتعالى، ويتمسكوا بالله عز وجل، ويصرفوا جميع العبادات، جميع العبادات يصرفوها لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأطفال الصغار، طفل صغير ابن عباس، يقول له: يا ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة كلها، لو أن الإنس والجن اجتمعوا على قلب رجل واحد على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني لو اجتمع أي زول داير يضرك، سواء بسحر أو داير يعمل لك أي حاجة، ربنا كما كتب لك ما شنو؟ ما بيجيك، يتمسكوا، لأن الناس ديل كانوا كان أي حاجة دارين يعملوا أي حاجة، داير يتزوج بيمش طوالي لشنو؟ لمحل الآلهة، يقول ده الواسطة بينه وبين الله. وربنا سبحانه وتعالى قال: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم في النازل، عشان كده ربنا في القرآن كان بينادوا، عندهم ناس بينادون، عندهم واحد اسمه بعل، ربنا قال: أتدعون بعلا، ده كلام الله، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. بعد في التفسير قالوا رجل، وفي رواية قالوا امرأة، قال لهم: تنادوا بعل وتخلوا الله، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، وهو منه هو الله عز وجل. كل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتمسك هؤلاء شنو؟ يتمسكون بالله ويتركون من دون الله. شكل واحد من الصحابة لما انتشر الإسلام مشى لملك الروم، الملك بتاع الروم قال لهم: انتوا كنتوا عرب بتشاكلوا في بيناتكم، حرب كامله بس يجيبوا حصانين، السابقه الحصان ده سابق اخوه الثاني، اولاد عم ديل بيضاربوا ديل 40 سنه بس في حصان، سكلوا حصان 40 سنه، في حرب ثانيه 100 سنه الناس اللي بتكاتلوا فيها في موضوع تافه. الجد شنو انتوا؟ جهاد واسلام وحاصل شنو؟ الصحابي الجليل لخص له الموضوع ده كله في كلمتين بس اثنين، قال له: خلي بالك للكلام ده مهم جدا، قال له: أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى شنو؟ إلى عبادة رب العباد. والكلام ده احنا لما نقوله في محلات كثيرة، نمشي مساجد نقول لهم: يا أخواننا خلوا الجماعة دي كلهم والناس الميتين دي خلوهم، أمسكوا في الله. ومبارح في مسجد، يا جماعة كلامي ده غلط؟ قالوا لي: لا ما غلط، لكن ما دارين كلامك ده. أنا قلت لك أمسك فينا أنا؟ لا. قلت لك أمسك في شيخي أنا؟ قلت لك نادي منو؟ الله. زعلان مالك؟ أنا مديك شيخ طاير؟ ما مديك شيخ طاير أنا يا أخي. أنا أزول مشاكل معك؟ ما عندك أحسن قبل كده شفتني؟ ده أقول لك مرة شوفني يا أخي، مالك زعلان؟
انا شتمت شيخك؟ ما شتمته انا يا اخي، انا قلت لك خلي شيخك وخلي شيخي انا، وامسك في شنو؟ في الله. الزول الموحد المؤمن تب الكلام ده ما بيعبه، لان ربنا قال في القران. اما زول الكلام ده اللي بيزعل منه ده معناه قلبه فيه شنو؟ جوه فيه مرض. ربنا قال في القران ده كلام الله، قال فاذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه من الله يعني من الاولياء والاموات وغيرهم. من تجيب سيره الاولياء يقول لك ابشر، تقول لا الله براه وخلي الشيخ بيزعل، ده الله قال كده، قال في ناس كده مرضانين. الحق الدغري ما بيباو داير يمسك في العظام ويخلي الله الخلو. وشيء عجيب جدا، يعني انت لو احد سالت واحد قلت له يا اخي انت سؤال الله براو، كان قلت يا الله براو كده، الله ما بيقضي لك غرضك؟ الله بيقضيه ولا ما بيقضيه؟ بيقضيه مش كده؟ سالته من شيوخه، وانا ما داري اجيب اسماء شيوخ، سالته قلت له فلان شيخ فلان ذاك حي ولا ميت؟ قال ميت. قتلوا ابنه؟ قتلوا الله. فلان ذاك اللي عنده الزريبه الحته الفلانيه وينه؟ مات هاي. الموتوا ابنه؟ قال لي الله. عدينا له كميه موتوا منه كلهم دين؟ قال موتهم الله. خلاص امسك في المواتون ده، الموات الجماعه ده تشت امسك فيه. لكن ما ابى شنو؟ ابى يقبل هذا الكلام يا اخواننا. عشان كده ودي مشكله كبيره جدا يا اخواننا، دي مشكله كبيره جدا، وده الصراع اللي كان داير بين النبي صلى الله عليه وسلم وحوالي القوم. كويس معاك؟ والان احنا في بلدنا دي في اشكالات كبيره جدا جدا، اشكالات كبيره. تلقى طفل صغير معلق له شنو؟ تلقى طفل معلق له كمون. تمشي الدكان تلقى معلقين صورة بتاعت واحد من الشيوخ يقول لك ده كان ما علقناه الشغل ما بيمشي. تلقى واحد سايق له حافلة رافع له خاتم له شاشة فوق يقول لك داير نقول شلة الشارع. تلقى معلق قرون عنده عمارة كامل معلق فيها قرون فوق يقول لك ديل من العين، وده كله شركيات يا اخوان، ده كلها من الشرك. تلقى معلق تمايم يقول لك ده تميمة محبة، ده حجاب شنو وده حجاب شنو، وده كله مخالف للتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لانه جو عشرة من الرجال يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، عشرة يبايعوا النبي عليه الصلاه والسلام على الاسلام. قال فبايع تسعة نفر بايعهم مصافحه. لما جاء العاشر قال فاحجم عن العاشر، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بايعت تسعا واحجمت شنو عن العاشر؟ قال له انه معلق تميمه. قال لهم الزول ده معلق تميمه كويس. قال فادخل الرجل، شوف ديلك الصحابه ديل ما كلام غلط. قال فادخل الرجل شنو؟ يده، دخل يده جوا قطع التميمه. قال فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه ديل اخواننا لما نالوا الدرجه العاليه دي، ربنا لما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه السبب شنو؟ الصحابي لما يسمع الايه او يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بجايب طوال بيستجيب، بل قبل ما يتكلموا معه. النبي عليه الصلاه والسلام يصلي في المسجد النبوي، جاءه جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات قال لي ان في نعلك غزرا، في نعالك دي فيها غزاره. قال فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله، خلع النعال، الصلاه بالنعال بالجزء، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله. الصحابه من وراءه لما شافوا النبي عليه الصلاه والسلام خلع نعاله، الصحابه كلهم خلعوا نعاله. بعد ما التفت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه قال لهم خلعتم نعالكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا كلمه عجيبه جدا جدا، كلمه عجيبه تدلك على انه هؤلاء القوم يريدون جنه الله عز وجل، ما عندهم هوى في قلوبهم، ناس دارين يمشوا لله عديل. قالوا كلمه واحده، قالوا رايناك فعلت ففعلنا. فالزول المسلم الحق لما يسمع الايه او يسمع الحديث يستجيب طوالي يطبق. ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عشان كده من اقوال المفسرين في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال يعبدون بمعنى الا لامرهم وانهاهم. العباده بمعنى الامر، لان العباده كلها دائره بين الامر والنهي، الحلال والحرام. حلال شنو؟ حرام. يقول لك ده 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 من الباطل، تعليق التمائم من الباطل. اعتقاد انه الشيوخ يعلمون الغيب، الان في بلدنا دي ناس كثار جدا جدا يقول لك ابونا الشيخ ده بيعلم الغيب، والكلام ده غلط، لان ربنا سبحانه وتعالى ما انت يا تبقى مع الشيخ يا تبقى مع القران. ربنا قال في القران ما في زول بيعلم الغيب، قل لا يعلم
من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى قال إن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق الله، أفضل مخلوق خلقه الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال ما بيعلم الغيب. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما أفضل بيعلم الغيب إطلاقا، كويس. لو في زول بيعلم الغيب، أنا عندي أسئلة للزول اللي بيعلم الغيب، لو في زول بيقول شيخي بيعلم الغيب قول لي عندنا لك أسئلة، كويس كويس. البلد دي زمان قالوا في واحد بنزل الطيارات، قالوا جاء طيارة وزول مشى لش الشيخ أبا ياخذ اللزم من الشيخ، الشيخ زعل منه طيارة أبا تقوم واسا قالوا رابطين فيها الحمير، طيب يربطوا فيها حمير ده بقى موضوعنا، كويس معاك. طيب البلد دي مش انضربت بطيارات يا جماعة؟ مصنع الشفا ده ضربوه بشنو؟ بطيارة صح؟ ضربوه الأمريكان. المصنع في أبو آدم جم ناس أخونا الشيخ كان بيتكلم هسي ده شهاب ده، المصنع قريب لهم، مصنع اليرموك في أبو آدم انضرب، قالوا ضربته مرة غريبة الله أعلم مرة والله جات بطيارة قالوا ضربته وشربت جبنة في مايو ورجعت تاني والله أعلم بيقولوا كده، كويس معاك. لأنه إحنا أخوانا ماسكين في الناس الميتين، ربنا يرفعنا كيف؟ أنت خليت الله خلقك ماسك لك في ذا الميت، الله ما يزيل لك كيف؟ الله ما يزيل لك لما تمسك في الله طوالي فوق، عرفت كيف؟ قلنا لهم شيخك اللي بيعلم الغيب ده ما ورى الحكومه قال لا في طياره لا تضرب البلد دي ليش؟ واحد من اثنين، يا اما ابوك الشيخ ده كذاب، يا اما زولك ده بيعلم الغيب لكن واقف مع شنو؟ مع اليهود. انت كان واقف مع اليهود ده ورينا مين نسينا وري ورينا انت واقف معاهم؟ ما توري الجماعه. هسه الان في كم نفر قتلوا كتار، واحدين قتل لزور وجرى ومن عرف ضمنه، ناس المباحث ما عرفوه، ناس الامن ما عرفوه، يقول لك دوبنت الجريمه ضد شنو؟ ضد مجهول، يقول لك وقاعده كده، كويس معاك. وما بيبقى في النهايه ما بيمش من الله، الله ما بيمش منه، يمشي في الدنيا دي من البشر لكن من الله يمشي وين؟ عرفت كيف؟ دوبنت ضد شنو؟ مجهول. انت ابوك الشيخ ده اللي قلت بيعلم الغيب، احنا قلنا في القران قال ما بزول بيعلم الغيب، زولك بيعلم الغيب نقوم نحن نمشي نعمل له مكتب، نقول مكتب ابويا الشيخ عالم الغيب، نجيب له الدفتر نقول له ده 50 نفر قتلوا ناس ما نعرفه ورينا ياهن، يا تعرفه يا كان سكت معناه مستتر على شنو؟ على الجريمه اللي ذاتها جريمه، دي مشكله كبيره يا زول. انت مالك ومال الورطه زي دي؟ القران ده واضح زي الشمس، قل لا املك، ربنا قال كده كلام واضح، قل لا يعلم من في السماوات والارض شنو؟ ياخذ واحد حيرنا ذاته قال قوماك نزاور للاولياء الاغطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، وقال دي مدحه ودي ما مدحه، المديح الصحابه مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما قالوا في ذول بيعلم غيب، مدحوه حسان بن ثابت كان بيمدح والمديح جائز، لكن لما المديح يقبفون الطيط وتنجز دي مشكله يا اخوان، يجيبوا لك بنات عريانات في العربات يقول لك ده بيمدح حنقه، دي اخر كمان شنو؟ وده من الاساءه للنبي صلى الله عليه وسلم، يجيبوا لهم مره متبرجه قال تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ده اخر ما توصل له شنو في البلد دي، يجيبوا لك واحد يقول لك كلام خارم باري كلام ذاته ما عنده معنى، يقول لك ده مديح للنبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ فالناس يا اخواننا لابد الانسان يرجع الى القران ويرجع الى السنه، والكلام كثير ونترك ان شاء الله الفرصه لاخونا الشيخ مزمل يواصل في مقطع من الحديث، ان شاء الله لو في اسئله تعرض للشيخ. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله.